ده حوض من الاحواض اللي بيتم فيها رعايه الاسماك، واكيد ده ليه مجهود كبير، وزي ما انا فهمت منك كده لازم كمان تكون بتحب الكائنات البحريه. بالظبط، اهم حاجه انت عشان تنجحي مع الكائنات البحريه دي مخصوص مظبوط لازم تحبيها، لو انت ما حبيتهاش مش هتعرف تتعاملي معها. اساس كل حاجه الحب بالنسبه للكائنات والحيوانات. لازم كل حوض على الاقل ياخد منك من تلت لنص ساعة انك انت تفهمي الدنيا ماشية فين. وفي معانا البات فيش، وفي حاجة اسمها الجروبر، الجروبر هذه ثلاث انواع، وفي معانا كاترين، السمكة اللي هناك دي لونها اصفر، دي سمك كاترين اسمها؟ كاترين فيش بالضبط، اللي هو البات فيش ده ليه قائد، وما ينفعش يعيش واحد واثنين بس، لازم يبقى مجموعة عشان يبقى لهم قائد ويحسوا انهم في البيئة بتاعتهم الطبيعية. أم عطية. في حاجة تاني جروبر برضو تسمت كده يا أستاذ عكا، هم الشكل بتاعها يقولوا عنها في البحر الشريفة. الشريفة الشريفة سمكة الشريفة يقولوا عليها الشريفة. شريفة كان بيقال ان هي تسمت على اسم الفنانة شريفة فاضل، صح كده؟ الله أعلم. برضو يعني هي في كلام كتير، وكل حد في البحر يعني بيقول قصة، الناس عندها قصص. ده السمك الستينجري اللي انت شايفه حضرتك، اللي شايفاه معانا اسود لون كده متنقط جميل جدا، كانها بتضحك بالظبط. شكل الخياشيم بتاعتها من تحت، عندها خياشيم فوق وخياشيم تحت، ده بيميز جمالها يعني بيخليها جميله جدا. عندها ديل، الديل بتاعها للدفاع عن النفس. وده حوض الموري، وده من اشرس الكائنات اللي موجوده في البحر الاحمر وفي البيئه البحريه بشكل عام، ومتهيألي ناس كتيره بتحب تتفرج عليه. ناس كتير بتحب تتفرج عليه، شكله بصراحه جميل جدا. المورينا من الكائنات الخطره، احجامها كبيره جدا استاذ علاء، وواضح ان هي بتوصل لاحجام بتوصل لحد 2 متر، وبتوصل وزنها لحوالي 15 كيلو.